السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم كامل في لاشين نتاعي وفي كوزينتي. اليوم راح نديرو مع بعض حلوى رمضانية اللي هي سيركم عرفتوها قلب اللوز. كنت نزلتكم قبل بدهن وصفة كل وحدة زي اليوم. ثاني راح نديرو وصفة أخرى لقلب اللوز بطريقة مختلفة ودائما سهلة. القلب اللوز هذا راح يكون غير بالحليب، مانيش راح نديرو معاه لا لبن لا ياورت كما درنا من قبل لا زيت. راح نحتاجو غير السميد ونحتاجو الحليب. دوك تشوفوا معايا كيف راح نديروها مع طريقة التحضير ونذكركم المقادير مع الطريقة. بالنسبة للمقادير واش راح نحتاج؟ راح نحتاج كاس ونص سكر معهم كاس ونص حليب. من هاد المقدارين تاع الحليب والسكر راح نحتاجو ثلث كيسان من السميد تاع الخاص بقلب اللوز. السميد يكون شويه، هنا انا ما نديرش الخشين بزاف، ندير المتوسط. معاه 5 غرامات من خميره الحلوى ومغرف صغيره من سكر فاني او الفانيلا. راح نزيد معاهم كاس كاوكاو. الكاوكاو تاعي قليتو وريحتو شوي خشين، هذا تقدروا تستغناو عليه، بغى اللي بغى يزيد واللي بغى ما يزيدوش. هنا واش راح ندير؟ هذا هو الكاس اللي كيلت به، يهز 270 غرام. ندير كمية السكر ونزيد لها كمية الحليب اللي قلنا كاس ونص سكر وكاس ونص حليب. نعاودكم باش تشفاو وتفهموا. نزيد لهم سكر فاني اللي قلنا مغرف صغيرة. نخلط هاد المقادير مع بعض قبل نزيدهم للسميد. نخلط مليح الحليب مع السكر حتى يذوب قبل نزيد الكمية تاع السميد. السميد قلنا ثلث كيلات تاع السميد. وباش ينجح لكم قلب اللوز لازم النوعية تاع السميد تكون مليحة. السميد تاع قلب اللوز مش كل مليح. وهنا نخلطوا المقادير مع بعض. الاول يجيكم هذا العجين يجيكم سائل شوية، بس من بعد كي يتحط يولي هذاك السميد يتشرب هذوك السوائل ويولي يتماسك. هنا نخلط كلش مع بعض بعد اللي زدت الملح. ومن بعد نجيب الصينيه اللي راح ندير فيها والبلا اللي راح يدخل الفرن. ندهنو بالسمن كما راكم تشوفوا هنا. البنات بزاف يسقسيني السمن واش هو السمن ولا شويه النوعيه تاع السمن. هذا هو السمن اللي نستعملو دائما، السمن المدينه. دهنت به البلا مليح ومن بعد نلوح فيه هذا الخليط ونعدلو بالمغرف ونخليه على جنب ساعتين حتى 3 ساعات قبل اللي نحطه في الفرن.
في هذا الوقت انا راح نوجد الشربات اللي راح نشرب بها قلب اللوز تاعي. بالنسبه للشربات نحضروها كيما واقفين دائما مع لغسله القدم، زوج كيسان سكر ندير معاهم ربع كيسان ماء، زوج كيسان سكر مع ربع يعني زوج كيلات بربع كيلات، زوج كيلات سكر بربع كيلات ماء، ونحط فيهم شريحه تاع قارص. نحطهم على النار كي يبدا الخليط تاعي يغلي، وقبل يغلي خلطوا ساعة ذوبوا هذاك الكميه تاع السكر. كي يبدا يغلي نحسب له 15 دقيقه. قبل نطفي نزيد له كاس صغير من ماء الزهر ونطفي ونخليه على جنب يبرد، حنا من بعد نحتاجوه هو بارد. نرجع هنا لقلب اللوز تاعي بعد 3 ساعات، خليته ريح 3 ساعات. درك واش راح ندير له هنا باش نزينوا هذا قلب اللوز؟ اما بالكاوكاو او اللوز او الجوز. انا راح ندير بالجوز، بيته ليله كامله في الماء هكا باش ما يتحركليش في الفرن. الفكره هذه كان عطاتها لي وحده مشتركه، والله ما شفيت على اسمها، ما مدتها لي وما سيتهاش المره هذه كنت نجربها. تبيته ليله كامله في الماء، صفيه وتحطوه هكا باش ما يتحرك لكمش. نصفيه، وهنا واش راح ندير؟ راح نقص قلب اللوز تاعي، ندير خطوط ومش راح تقصو حتى لتحت لفوق برك. ومن بعد في كل مربع راح نحط نص حبة جوز. وقبل اللي نحط الكمية تاع الجوز، انا ذوبت هنا مغرف من السمن راح ندهن بها وجه قلب الجوز هكا باش ما تيبسليش للطبقة اللي الفوق. ندهنوه مليح قبل اللي نحطو الجوز تاعنا. الفرن تاعي كنت سخنته على درجة حرارة 180 درجة، ندي قلب اللوز يطيب ومن بعد نرجع نكمل مع بعض. هنا صار لي مشكلة، انا كما راكم تشوفوني بدلت البلا. البلا الاول بعد خرجته من الفرن وحطيته على البلون طافي كان فيه شوية ما متولهكلوش وطبق لي. عاودت لكم واحد بنفس المقادير بصح الكميه نص، درت كما راكم تشوفوا بلا اقل. هنا بعد اللي طاب نشربوه بالكميه تاع الشربات اللي درناها. القلب اللوز يكون سخون والشربات بارده، نصبوا الكميه كامله. والفرن تاعي طفيته بصح مازال سخون، نعاود نرد فيه هاد الصينيه او المول قلب اللوز، نعاود نرده في الفرن وهو سخون، ونخليه حتى يبرد الفور خلاص وهو يتشرب مليح الكميه هذه تاع الشربات، وتكون ويكون قلب اللوز تاعنا واجد. نتمنى تكون لا غوسيط عجبتكم، تاكلوه بالصحه لهنا ونشوفكم فيديو جاي باذن الله.